كما أكد الصبح أن رجال القوات المسلحة المصرية سيواجهون بكل حسم أي محاولات لنشر الفوضى على حدود مصر، مشيرا إلى وجود قوى إقليمية ودولية تمول وتدعم الإرهاب بالعناصر وبالأموال. فإن رجال القوات المسلحة البواسل مرابطين فوق الأرض المصرية وعلى كل الجبهات والحدود، في إيمان كامل بأن الحفاظ على أمن مصر القومي بمفهومه الشامل هو مسؤوليتهم الأولى، يحملون أمانتها المقدسة دون ما تهاون أو تفريط، يواصلون عطاءهم وتضحياتهم مع رجال هيئة الشرطة البواسل دفاعا وحماية لاستقرار مصر وسلامة أبنائها، ويخوضون مواجهات ضارية مع أذناب الإرهاب والتطرف الذي اتسعت دوائره إقليميا. ومحاولاتهم مستمرة لترويع الآمنين وزعزعة استقرار الأوطان بدعم من قوى إقليمية ودولية تمده بالمال والعناصر الإرهابية وتعمل وفق أجنداتها ومصالحها الضيقة. أؤكد لسيادتكم اليوم أن رجال القوات المسلحة سيواجهون بكل حسم وردع أي محاولات لنشر الفوضى على حدود مصر أو التخريب على أرضها، مؤمنين بأن كل منهم شهيد حي ينتظر أن يقدم روحه ودمه للوطن وما بدلوا تبديلا.